اهلا بكم مشاهدي بلقيس الى حلقه جديده من برنامج المنصه في لقاء مفتوح ومباشر يتجدد بكم ومعكم من خلال شاشه بلقيس صوت اليمنيين، بامل ان تعكس او يعكس البرنامج همومكم وقضاياكم المجتمعيه والانسانيه والحقوقيه. حلقه اليوم تتناول قضيتين مهمتين تتصلان بمجتمعنا اليمني بمختلف انتماءاته واهتماماته. في القسم الاول من حلقتنا نناقش موضوع المساعدات الاغاثيه، اين تصل واين تذهب؟ وكيف يتم توزيعها وهل تصل فعلا للمستحقين والمستهدفين؟ في القسم الثاني من الحلقة سنتناول معاناة الأطفال المتضررين جراء الحرب القائمة منذ سنتين وكيف تنعكس ظروف الحرب على حياتهم واستقرارهم. وكالعادة سنستقبل خلال الحلقة اتصالاتكم عبر العناوين الظاهرة تباعا على الشاشة ونعرض مشاركاتكم وما وصلنا منكم من تعليقات مكتوبة أو مصورة عن موضوعي الحلقة. موضوعنا في المحور الأول هو المساعدات والإغاثة وهل تصل فعلا لمستحقيها. تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني، أي 80% من إجمالي عدد السكان، باتوا بحاجة ماسة إلى المساعدات. وبحسب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماك جولدريك، فإن جهود المساعدات في موقف صعب بسبب التمويل غير الكافي رغم المجاعة الوشيكة. فلم تتلقى الأمم المتحدة سوى 7% من ملياري دولار لتغطية الاحتياج الإنساني في اليمن خلال العام الجاري. قبل الغوص في التفاصيل وتشبعات الموضوع، نذهب لمتابعة تقرير عن الاحتياج الإغاثي القائم لمحافظة تعز كنموذج للمحافظات المنكوبة. التقرير أعده الزميل حمزة أمين. تلخص مشاهد زحام هذه الحاجة الماسة للإغاثات، خصوصا في ظل استمرار الحرب الدائرة في البلاد وارتفاع نسبة الفقر بين أوساط المواطنين. توسعت دائرة الفقر والاحتياج في محافظة تعز لتشمل شريحة أكبر في محافظة تعز. بالأمس كان هناك شريحة معينة بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة كونها نزحت أو شردت من منازلها من ديارها، بالإضافة إلى أناس فقدوا وظائفهم وفقدوا مرتباتهم. اليوم نتحدث عن شريحة أوسع بعد فقدان عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين لوظائفهم ومرتباتهم الحكومية، ولذلك نطالب الحكومة بسرعة القيام بواجبها في إعادة مرتبات هؤلاء الموظفين الذين فقدوا رواتبهم، بالإضافة إلى التنسيق وإرسال المساعدات الإغاثية عبر المنظمات الدولية المانحة لتفادي حدوث كارثة إنسانية أكبر مما هي عليه الآن. لطالما كثر الحديث عن وصول المساعدات الإغاثية من قبل بعض المنظمات الإنسانية، لكن واقع الحال هنا يثبت غير ذلك، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الميليشيات الإنقلابية منعت أغلبها من الوصول إلى المدينة وصادرتها لعدة أسباب، منها فرض الحصار ومنع مرور تلك الإغاثات على طرق تقع تحت سيطرتها. الوضع الإنساني في مدينة تعز ينذر بكارثة حقيقية، بل هناك مؤشرات حدوث مجاعة في داخل المدينة وانتشار مرض سوء التغذية. المساعدات الغذائية والإنسانية من بداية الحرب لم تدخل المدينة بسبب الحصار المفروض عليها، والمنظمات الدولية والإنسانية كذلك هي شبه غائبة عن المدينة، وأغلب المساعدات الغذائية والطبية وصلت إلى مداخل المدينة وتم احتجازها ولم تتمكن من دخول مدينة تعز. نحن بدورنا في ائتلاف الإغاثة الإنسانية وكمنظمات إغاثية نناشد المنظمات الدولية بأن تنقذ هذه المدينة المحاصرة وأن تدخل المساعدات الإغاثية والطبية عن طريق منفذ عدن الضباب الذي تمكن من فتحه في كسر الحصار الجزئي في شهر أغسطس 2016. تفاقم المشكلة ليس إلا، واتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلاته على هذا النحو أقل ما يمكن الحديث عنه في ظل صمت المنظمات وتجاهلها لما تمارسه تلك الجماعات من عقاب جماعي على السكان وحرمانهم من وصول المساعدات الإغاثية للمستحقين. تعددت أسباب منع وصول الإغاثة ولكن النتيجة واحدة، ارتفاع نسبة الفقر وانتشار المحتاجين والجوع في الشوارع، وهو ما يترك تساؤلات عدة أهمها
إلى متى ستظل هذه المدينة ترزح تحت وطأة الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية؟ حمزة أمين لبرنامج المنصة تعز. إذا تابعنا هذا التقرير عن المحور الأول، بالإمكان المشاركة والتواصل معنا من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. لدينا اتصال من الأخ غالب من الحديدة، أهلا بك أخ غالب. الله يحييكم. أخ غالب، تعليقك حول موضوع المساعدات الإغاثية، هل تعتقد أنها تصل لمستحقيها؟ طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالنسبة للمساعدات الإغاثية وين تذهب؟ أكيد هي في ظل الظروف المحيطة والمرافقة بها لن تذهب المساعدات كاملة و100% إلى مستحقيها، خصوصا أن الكل محتاج، إما حاجة حقيقية وماسة لها كمأكل وغذاء، وإما كتجارة وربح. فكما أن هناك تجار حروب فهناك تجار مساعدات، وإما الاستحواذ عليها كصرفها كمجاملات ووساطات، فالكل يريد هذه المساعدات لحسابه، حتى القائمين عليها لهم منها نصيب، وكل من كان له دور أو صفة فيها كان له منها جزء وقسمة، وبالأخير لا يصل إلى الفقير والمحتاج إلا الفتاة، هذا إن وصلت، وربما تصل إليه الكمية مناصفة بينه وبين أسرة أخرى. طيب أنت في الحديدة عندك هل وصلت مساعدات إغاثية في الحديدة حيث ما أنت؟ هل شاهد؟ المساعدات تصل أحيانا مرة أو مرتين في الشهر، ولكن لا تقسم على جميع الأسر الفقيرة المسجلة حديثا، يعتمدون على الأسماء القديمة، وكذلك يصرفون للبعض والبعض يعيدونهم في المرة القادمة ولا يأتون. طيب ما هي المعايير التي بناء عليها يتم صرف هذه المساعدات للناس؟ هل هناك معايير واضحة أم بشكل عشوائي ومزاجي أيضا؟ طبعا عن طريق العقال، عقال الحارات هم من يرفعون بالأسماء عندما تأتي المنظمات. عقال الحارات يختارون الأسماء الموجودة التي صرفت لهم من سابق، أما الحالات الجديدة لا يدرجونها إلا يعني لا يدرجونها في الحالات. طيب شكرا جزيلا لك غالب. طبعا لحظة تفضل. عندي معلومة مهمة جدا. تفضل. الشق الذي أود أن أطرحه على الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات والهيئات القائمة على المساعدات الإغاثية والمهتمين بالمعونات الغذائية، أقول لهم أين أنتم من فئة الأطفال؟ وأين أنتم من فئة طلاب المدارس؟ لماذا ليس لكم أي برنامج إغاثي لهم؟ فكثير من الطلاب والأطفال حرموا من التعليم ومن الذهاب إلى المدارس بسبب الفقر والجوع الذي يتسلل إلى البيوت شيئا فشيئا، حتى أطاح بالجميع، يخرج الطالب من بيته جائعا طاويا فيقضي ثلث يومه في المدرسة ليعود مريضا وطافيا، قد انطفأت روحه ورغبته في الحياة برمتها وليس في التعليم فقط. سؤالي، لماذا لا يكون هناك دعم للتغذية المدرسية؟ لماذا لا يتم النزول عندنا للمدارس وعمل إحصائيات رقمية ومسح شامل للطلاب الفقراء والأيتام والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مساعدات إغاثية لهم تسلم لإدارة المدارس أو لفريق المنظمة ذاتها لتغيث الطلاب وتعينهم وتشجعهم على الذهاب إلى المدرسة والاستمرار في التعليم؟ لماذا مثلا عندما يتم بناء مدرسة للطلاب من أي دولة مانحة أو منظمة مهتمة لا يتم بناء مطعم أو مقصف لتلك المدرسة ليكون مطعم خيري ومجاني لأولئك الطلاب الذين لا يجدون مصروفهم الدراسي؟ لماذا لا يتم توزيع الطعام على المدارس الفقيرة؟ لماذا لا يتم بناء فرن خيري في المدن عن طريق المنظمات وتزويده شهريا بأكياس الدقيق لعمل الخبز، ومن ثم توزيعه على طلاب المدارس لعمل سندوتشات لهم، وكذلك لتوزيع الخبز على الأسر الفقيرة، بدل أن تذهب أغلب أكياس الدقيق إلى غير محلها لتباع في المزاد أو في السوق السوداء؟ في الحديدة بشكل واضح وظاهر للناس أن المساعدات تباع في الأسواق؟ نعم نعم، موجودة هذه الأشياء، حتى الذين الأسر الذي يستلموا مساعدات أو يستلموا السلة الغذائية يعني تؤخذ منهم، تشترى منهم السلة الغذائية ويعني يغرم ببعض النقود فيأخذونها منهم. شكرا جزيلا لك غالب من الحديدة.
بحسب تقرير صدر عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يقول التقرير أن المركز قدم مساعدات لأكثر من 24 مليون مواطن. وبحسب تقرير صدر عن المركز، فإن كلفة المساعدات المقدمة منذ انطلاق عاصفة الحزم بلغت أكثر من 578 مليون دولار، وصلت عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. لكن السؤال الأهم، أين ذهبت هذه المساعدات وهل وصلت فعلا إلى مستحقيها؟ وبحسب التقرير فإنه قد جرى تنفيذ 120 مشروع حتى مطلع العام الجاري 2017 موزعة على 55 مشروع في مجال الأمن الغذائي والإيواء، و12 مشروع في مجال التعليم والحماية، و51 مشروع في مجال الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، و41 مشروع في الخدمات اللوجستية والحالات الطارئة. السؤال الرئيس الذي يطرح نفسه، هل استفاد المستهدفون جميعهم في مختلف المحافظات من هذه المساعدات؟ نبحث عن هذا السؤال برفقتكم من خلال المشاركة والتواصل معنا عبر أرقام البرنامج، وأيضا مشاركات والتعليقات عبر صفحة الفيسبوك. لدينا اتصال أم نقرأ بعض المشاركات التي وصلت على الفيسبوك؟ مشاركة أولى، الأخ محمد يحيى يقول تذهب، ويقصد هنا المساعدات، إلى عصابات السلطة المحلية ومراكزها التنفيذية، ومن ثم يقوم ببيعها ويتقاسموها واستغلالها في بعض الأحيان أيضا بكميات بسيطة في بعض الأحياء، أنها مقدمة من جهات محلية بعد أن يتم تغيير النوعية تماما واستبدالها بسلال بسيطة جدا عبارة عن كيلو رز وكيلو سكر وخمس علب فول لا يتجاوز سعر السلة 4000 ريال، بينما قيمة السلة الفعلية قيمتها يساوي 140 دولار أمريكي تقريبا، كلهم لصوص مندوبين منظمة الإغاثة والسلطة المحلية والوحدات التنفيذية القاضعة لها، لا يصل المستفيد إلا فتات الفتات اليسير. رأي آخر، الأخ محمد يقول أيضا معظم المساعدات الإغاثية التي يتم توزيعها على المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثيين يتم بيعها في الأسواق السوداء على التجار، وبعض من هؤلاء التجار تفكيرهم قائم على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فغايتهم الربح وبالتالي لا يهمهم مصدر السلعة، وبهذا يصبح وصول المساعدات للناس الفقراء والمحتاجين أمر صعب، وإن وصلت المساعدات لا يصل إلى الشيء القليل. مشاركة أخرى، الأخت نهل القدسي تقول كانت تذهب للحوثيين يوزعونها بطريقتهم إما لمناصريهم أو لرفض جبهات القتال، وحاليا تذهب لبعض التجار الموالين لهم ليتم صرفها للموظفين ضمن مشروع البطاقة السلعية التي أصدرها الحوثيون كحل بديل عن تسليم الرواتب المتراكمة وكدليل على عجزهم وفشلهم في إدارة البلاد. لدينا اتصال من الأخ معاذ من جدة المملكة العربية السعودية، أهلا بك معاذ. اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ الحمد لله معاذ، تفضلوا. معاذ بالنسبه للمساعد، شرفني ان اشارك معكم في هذا البرنامج. تفضل. وهو الذي يتحدث عن، نعم نعم تفضل اسمعك. طيب معاذ، تعليقك حول الموضوع، موضوع المساعدات الاغاثيه، وهل تصل فعلا لمستحقيها ام لا؟ حياكم الله، حياكم الله. نعم نعم، اهلا وسهلا بكم. تفضل معاذ. ان شاء الله. اهلا وسهلا. طيب انت يبدو انك تسمعني من التلفزيون يا معاذ، تسمعني من التلفزيون سيكون افضل. طيب شكرا لك معاذ. اهلا وسهلا استاذ سامي، كيف حالكم؟ تمام الحمد لله، تفضل معاذ، رايك وتعليقك حول الموضوع. اخي الفاضل يعني شرفني ان اشارك معكم في هذا البرنامج. وهو الذي يتحدث عن، نعم نعم. طيب انت على الهواء يا معاذ. طيب شكرا لمعاذ. وأيضا عن ذات الموضوع وعن موضوع المساعدات وأين تذهب، تلقينا بعض المشاركات أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك. نقرأ، طيب نتابع بعض المشاركات التي وصلت على الواتساب. من الحق الذي تعمل من الشياء على المدينة مما جعلتهم بالحصار الشديد على المدينة، مما تسبب بتوقف منع دخول الإغاثات إلى المدينة من الأدوية والعلاجات والأغذية التي تصل من بعض المنظمات الإغاثية، وبذلك يثبت أن الميليشيا تحمل حقد
على هذه المدينة ولا وتمنع كل شيء يدخل إليها حتى الأغذية التي ليست دعم. فليست دعم للمدينة بل كذلك التجار تمنع من دخول تجارتهم من المدينة. تمام. باعتقادي أن المساعدات الإغاثية التي لا تصل إلى مدينة تعز لن تكفي التي تستقبلها المنظمات الإنسانية، لا تكفي لإغاثة هذه المدينة المحاصرة منذ أكثر من سنتين. وإن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الخارجية تصل إلى حواش الإنقلابيين في المحافظات الأخرى وتتم توزيعها على المناطق تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. المساعدات الإغاثية في تعز تكاد تكون معدومة جدا، وما يقدم لتعز يتم احتجازه على أطراف المدينة بسبب الحصار المفروض على المدينة من الميليشيات. بالأمس القريب تم احتجاز 1200 كيس من بيكربونات الصوديوم كانت مقدمة لمستشفى الثورة. الآن المرضى في المستشفيات و يعني على وجه الخصوص مرضى الفشل الكلوي يواجهون الموت البطيء، وعدد أيضا منهم في السنة الماضية مات هنا، يعني مات مجموعة كبيرة منهم بسبب عدم توفر الدواء. أعتقد بسبب الحصار المطبق على المدينة والتي تفرضه ميليشيات الحوثي والمخلوع على المدينة، نجد شحة في دخول المعونات والإغاثة اللازمة لمحافظة تعز، وكذلك منع ميليشيا المخلوع والحوثي دخول أي من هذه الإغاثة أو المستلزمات. إذن تابعنا هذه المشاركة التي وصلتنا عبر الواتساب وكانت حول موضوع المساعدات والوضع الإغاثي في محافظة تعز. لدينا اتصال الأخت دعاء من إسطنبول، أهلا بك دعاء. أهلا دعاء، تعليقك حول موضوع المساعدات الإغاثية وأيضا عن كيفية ضمان وصول المساعدات لمستحقيها. هناك تحذيرات أممية وعالمية من مجاعة مقبلة عليها اليمن، أكثر من نصف الشعب اليمني تحت خط الفقر. منظمة اليونيسف تقول بأن طفلا يمنيا واحدا على الأقل يموت كل 10 دقائق. نسمع عن ملايين المساعدات والإغاثات التي تقدمها المنظمات العالمية الأخرى التطوعية، ولكن الوضع لم يتغير بل يزداد سوءا وينحدر نحو الكارثة التي يحذر منها العالم. تسبب الحوثيون بارتفاع الأسعار وقطعوا رواتب الموظفين التي لم تكن أصلا تكفي الأساسية الحياة، وفوق ذلك يمنعون وصول المواد الإغاثية للمدنيين حول المدن التي يسيطروا عليها أو التي يحاصروها إلى أسواق سوداء، يرسلون أبناء القبائل المغلوبة إلى الجبهات بينما تحول قادتهم إلى أثرياء. الوضع الإنساني الذي وصل إليه اليمنيين أدى إلى مشاكل اجتماعية إضافة إلى المشاكل التي يعانونها بسبب الحرب والحصار، أدى إلى ظهور السرقة والقتل لأجل السرقة والمشاكل الأسرية كله بسبب الخوف من الموجوع. الحوثيون بممارساتهم هذا يريدون الانتقام حتى من أولئك المدنيين الذين لا يريدون إلا وطنا سالما تحكم دولة أيا كانت الدولة، فقط تؤمن لهم أقل أساسية الحياة التي هي الغذاء والدواء. كان يجب ألا يخلط الحوثيين بين ما هو سياسي أو عسكري أو غيره وما هو إنساني، وأن يسمحوا للمساعدات بأن تصل، لكنهم يثبتوا كل يوم ما ترددوا وسائل الإعلام والناشطون على وسائل التواصل أو غيرها بأنهم عصابة انتقامية. تعددت أنواع القتل التي يستخدمونها، وهذا هو القتل البطيء، تجويع ومنع المساعدات والأدوية والغذاء وغيرها. طيب دعاء، بالنسبة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الإغاثي هي أيضا طرف في موضوع المساعدات، ما الدور المطلوب منها أيضا حتى تصل المساعدات لمستحقيها؟ الدور المطلوب منها بأن ترسل مراقبين حتى تصل المساعدات إلى المحتاجيها، بأن ترسل من يقوم بتوزيع المساعدات إلى من يحتاجها، ولا ترسلها مساعدات إلى أيدي الحوثيين أو إلى غيرهم. إرسال من يقوم بتوزيع المساعدات وإيصالها إلى المناطق المحاصرة وغيرها. شكرا جزيلا دعاء الحدي، كنت معنا من إسطنبول. اتصال آخر، الأخ معاذ. معاذ أهلا بك. عن موضوع المساعدات أيضا وصلتنا بعض التعليقات عبر الفيسبوك.
الأخ الرجوي محمد يقول: أعتقد أن أحد الأسباب في ضياع بعض المساعدات الغذائية يأتي من قبل المنظمات المحلية القائمة على عملية التوزيع وليس من المنظمات المانحة، كما أن غياب الرقابة من قبل المنظمات المانحة يشجع المنظمات المحلية على التلاعب في طريقة التوزيع الصحيحة والعادلة. محمد مهيم يقول: بالنسبة إلى المساعدات الإغاثية في الشمال يسيطر عليها الانقلابيون، وفي الجنوب أصبحت بعض هذه المنظمات الإغاثية لا تلبي حاجة المواطن الكادح لها، وحتى وإن حصل على شيء فهو لا يحصل إلا على الفتات، كما نرى أن هذه المساعدات تباع في الأسواق وبكميات هائلة. أصبحت هذه المنظمات تمارس الكذب في أعمالها ولا تصل إلى كل مستحق، والعاملين فيها حسب التسلسل الهرمي لها لصوص بدرجة امتياز. الأخ عبد الله المسيبلي يقول: إلى الفاسدين اللي أكلوا الأخضر مع اليابس، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يحب مصلحته من أجل يسعد بطنه وبطن أولاده والآخرين تصفيهم. سمير النهاري يقول: كما هو الوضع في السابق ديمة وخلفنا بابها. وتعليق آخر له أيضا: بدل ما كان المؤتمر الآن المؤتمر وأنصار حقيقة. طيب، اتصال الأخ معاذ. أهلا يا معاذ. نعم أهلا وسهلا. تفضل معاذ تعليقك. يا أخي، بالنسبة للمساعدات الإغاثية في اليمن، أطروحاتي كالتالي: أولا، أتمنى من أطراف الصراع في داخل الجمهورية أن ينظروا إلى هذا الاعتبار بمسؤولية، على الطرفين أن يعرفوا أنهم أجحفوا في حق الفقير، حق الموظف المسكين، في حق المواطن التائه بين هذا الصراع. يا أخي سامي، حينما تنظر إلى واقع المجتمع في 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 اليمن ستجد عجبا عجابا، ستجد أناس أسر كريمة أصبحت تئن من الجوع ومن العمل، ستجد معاناة حقيقية موجودة في داخل البيوت، في داخل البيوت المشتتين في المجال الإغاثي يدركون ذلك ويعلمون ذلك. أن من أطراف الصراع أن هناك تجربة في إحدى المحافظات الشرقية، حينما امتثلوا لهذا الجانب نزلت المحافظة بمسؤوليتها، نزلت الأحزاب بجمعياتها، نزلت الوجاهات بشخصياتها وجاهاتها، واتحدوا جميعا في هذا الجانب وهي محافظة المهرة، وشكلوا حظرا آمنا للمساكين، أطعموا الناس من جوع وآمنوهم من خوف. أتمنى من أطراف الصراع وخاصة في المحافظات التي تسيطر عليها الحوثي صالح أن يدركوا أن الناس وصلوا إلى درجة غير معقولة من العوز ومن التعب. تفضل يا أستاذ سليم. طيب، بالنسبة للجهات التي تعمل في هذا المجال، سواء المنظمات المحلية أو الدولية، هل يمكن أن تقوم بشيء للمساعدة حتى تصل المساعدات لمستحقيها؟ أخ سامي، لا يمكن لهذه المنظمات أن تعمل إلا إذا وجدت هناك سياسة تطمينية تجعل الممول يطمئن أن ما سيبذله سيصل إلى المستحق. شكرا جزيلا لك معاذ، وأذكر بإمكانية التواصل والتفاعل مباشرة معنا من خلال البث المباشر للبرنامج على صفحة القناة في الفيسبوك. لدينا اتصال آخر، الأخ وحيد من تونس. أهلا بك أخ وحيد. أهلا وسهلا أخي سامي. أخ وحيد، وفق متابعاتك وتواصلك يعني مع الداخل، كيف تعتقد الناس يواجهون حالة العوز والفقر للأسف التي وصلوا إليها في ظل الحرب، وأيضا حتى كل الجهود التي تبذل لوصول مساعدات والإغاثة لا تصل إليهم، وإن وصل يصل النزر اليسير؟ يا سيدي، للأسف الشعب اليمني تجمعت عليه من كل ناحية زي ما نقول، لا رواتب، حالة مجاعة تعفت بمجموعة من المحافظات، حالة العوز وصلت إلى ذروتها عند أغلبية الشعب، والمشكل في موضوع المساعدات بالذات في الذهنية اليمنية ترسبت من أيام النظام المخلوع، أن عندنا يعني كان في عصابة تسيطر على كل المساعدات الداخلة، سواء في حالة الكوارث، آخرها كان في فيضانات حضرموت قبل الثورة وقبلها تجارب كثير. المشكلة بعد الثورة تفاقمت الأمور، أغلب المتداخلين معك تكلموا عن حالة الحصار،
الميليشيا كيف انها تسيطر وتاخذ هذه المساعدات. لكن ايضا انا ارى انه لا يوجد جديه حقيقيه في متابعه المنظمات سواء المنظمات المانحه الدوليه او حتى المنظمات المحليه. يجب ان تتفرغ حكومتنا الرشيده لهذا الملف. الناس تموت جوع، يعني مش كفايه انهم مش لاقين رواتبهم، تحدث عملية فطو وتحدث عملية نهب لهذه المساعدات. على الأقل على الأقل يجب إشراك المجتمع الدولي بقوة في هذا الملف. كما قالت أحد المتداخلات معك، يجب أن تكون هناك عملية رقابة على مسألة وصول المساعدات وأيضا الإسراف على توزيعها. يجب أن تقوم الحكومة بجهد حقيقي في هذا الملف يا صديقي. طيب بالنسبة للحكومة والسلطة الشرعية تقول أنه لابد من القيام من قبلهم بالدور المطلوب، ما هو هذا الدور المطلوب وما الذي بيدهم القيام به حتى يخففوا من معاناة الناس وأيضا يجدوا حلول ومعالجات ربما للوضع الإنساني المزري الذي وصل له معظم اليمنيين، البلاد على شفاء الكارثة والمجاعة؟ خلط إذا كان الطرف الآخر خلط السياسي والعسكري بالإنساني، يعني ما عاد تفرق معهم. يجب أن يكون هناك من يقدم التنازلات من أجل دخول هذه المساعدات. يجب أن يكون التنسيق مع المجتمع الدولي على مستوى عالي، على مستوى عالي بمعنى هذه الدول المانحة أولا يجب تكثيف هذه المساعدات. يجب أن يعرف العالم أن لدينا مجاعة تضرب في مجموعة من المحافظات. ما أعرفش، يعني المفروض أن تكون هذه الحكومة لديها الحلول، لديها الخيارات، لديها مستويات عالية من التواصل مع المجتمع الدولي والإشراف على وصول هذه المساعدات. لا أعتقد إذا ضغط المجتمع الدولي على المجموعة المتمركزة في الشمال أنه يعني يجب أن يكون هناك حلول. الناس تموت جوع، مش كفاية أن احنا مش لاقين نعطيهم رواتب، نزيد المساعدات اللي جاية من خارج تذهب هكذا سدى وبحجة أنه الحصار وبحجة صحيح كل هذه الحجج حقيقية أنا معك، لكن أيضا إلى حد كبير هناك قصور كبير في موضوع أو في ملف المساعدات. كل التقارير التي تأتي بأن المساعدات هذه نهبة أو غيرها يجب أن يكون هناك حلول حقيقية، بمعنى المجتمع الدولي سيشرف الملفات المطروحة في مسألة التفاوض كالمعتقلين وغيرها. ملف المساعدات يجب أن يكون من أهم الملفات التي تطرح. هذا الشعب مش لاقي حاجة يأكلها، مش لاقي دواء يتعالج به كما يجب. يجب أن يفعل هذا الملف إلى أقصى الحدود. شكرا جزيلا لك وحيد من تونس. لدينا اتصال آخر. طيب أيضا عن ذات الموضوع وصلتنا بعض المشاركات المصورة، نشاهد. هناك معاناة تواجه المنظمات الإغاثية بإيصال المعونات الغذائية إلى أمانة العاصمة، وذلك للأسباب كثيرة أهمها وجود كثير من النقاط التي قد تصادر بعض المواد الغذائية، قد تسأل من ذلك، وكثير من التجار وكثير من أصحاب الناقلات حينما تطلب منها إيصال مواد غذائية إلى أمانة العاصمة من المواد الإغاثية فإنه يعتذر لك اعتذارا كثيرا لمطاردته، لعدم إيصالها، لا يمكن أن يقبل بإيصالها إلا بمبالغ خيالية، كذلك خوفا من مصادرتها، خوفا من مطاردته، خوفا من فقد مصدر رزقه الذي هو إيصال تلك المواد أو شاحنته التي يمكن قد تصادر عليه. فلذلك يمتنع كثير من أصحاب القاطرات وأصحاب المواصلات بإيصال تلك المواد إلى أمانة العاصمة، خوفا عليه، خوفا على قاطرته، خوفا على وسيلة مواصلته. تقدم المنظمات والدول المجاورة الإغاثات والمساعدات الغذائية والصحية، ولكن ما أن تصل حتى تسطو عليها الميليشيات الحوثية، فسواء أتت عن طريق البر أو عن طريق البحر يتم سطوها وأخذها وتوزيعها عليهم أو بيعها. يعني مثلا تأتي المواد الغذائية إلى صنعاء فيتم أخذها وتوزيعها يعني على من عليهم أو بيعها والاستفادة من الأموال منها، وهذا مخالف للقانون، لأن نحن نمر بأزمة ما يعني أزمة غذائية، ويتم أخذ حقوق الناس.
في المحور الثاني من هذه الحلقة سنتناول معاناة الأطفال المتضررين بسبب الحرب، كونهم الفئة الأسهل استهدافا والأكثر تأثرا بحالة الصراع والحرب، فضلا عن تأثرهم على المدى البعيد بتبعات الحرب نفسيا وصحيا وأسريا. تشير الأرقام إلى أن الحرب حتى الآن أسفرت عن مقتل قرابة 8000 شخص، منهم أكثر من 1200 طفل، إضافة إلى ضعفي الرقم نفسه من الجرحى. يضاعف من هذه المشكلة التركيز على تجنيد الأطفال وإشراكهم في الحرب خلال العامين الماضيين فقط، إذ يتم إشراك مئات الأطفال في جبهات القتال والخدمات العسكرية المباشرة كالحراسة ونقاط التفتيش. من جهتها كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حذرت من أن 2,200,000 طفل يمني مهددون بالأمراض بسبب سوء التغذية، وقالت في أحدث تقاريرها إن أكثر من 500,000 طفل يمني يعاني من سوء التغذية الحاد، وأن عدد الأطفال الذين قضوا خلال العامين الماضيين نتيجة أمراض كان يمكن الوقاية منها يفوق عدد الذين قتلوا بشكل مباشر جراء القتال. عن الأطفال ومعاناتهم وانعكاسات الحرب عليهم نتابع التقرير التالي للزميل محمد القاسم. هي لحظة باعثة على الأسى حين يستيقظ الصغار وقد ابتلعتهم حروب الكبار وألقت بسوادها على قلوبهم. تؤكد التقارير أن ما لا يقل عن 5,000 من مقاتلي الحوثيين هم من الأطفال الذين تم استدراجهم أو التغرير بهم وإرسالهم إلى جبهات الموت ليعودوا إلى أهلهم صورا على حائط، فيكتبون عليهم جنائز الصرخة التي اجتاحت اليمن في لحظة شاذة من التاريخ وحولته إلى مقابر. لا وقت كي يستوعب أطفال اليمن ما يجري حولهم، ولا حاجة كي يتذكروا أن ثمة مناسبة خاصة بهم وأن أقرانهم من أطفال العالم يحتفلون ويبتهجون. كل ما في الأمر أنهم سقطوا في جوف الحرب، فصار الوطن الذي يكبرون فيه عاريا تتناهشه أيادي الموت. أكثر من 1,000 طفل قتلوا خلال الحرب تقول اليونيسف، بينما الملايين من أقرانهم موزعون في جبهات القتال ومخيمات النزوح والمشافي، فيما البعض الآخر تحت سلاح الجوع والأوبئة الفتاكة. غادر المئات الحياة إذن، ولم يعلموا كغيرهم من الأحياء المشردين المحرومين من التعليم أن بلادهم موقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدول الموقعة عليها باحترام حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وحماية مصالحهم، كما لم يعلموا من قبل أنهم مجرد وقود وكروت رابحة في حرب خبروها جيدا قبل أن يتعلموا الأبجدية، فتشكلت لديهم ذاكرة لن تمحى بسهولة حول الدمار والدم والقتل. أصبح لدى كل منهم حكاية يرويها، حكاية انتهاك تعرض له، وحكاية فقدان ونزوح وتشرد. إذن كان هذا التقرير عن الموضوع الثاني في هذه الحلقة من برنامج المنصة. بإمكانكم التواصل معنا مباشرة من خلال أرقام الهاتف وأيضا التعليقات المباشرة بصفحتنا في الفيسبوك. عن هذا الموضوع ومعاناة الأطفال كضحايا للحرب وتبعاتها تلقينا بعض المشاركات المصورة، نشاهد. رسالتي الذين يقصفون الأطفال، هل لديكم أطفال وهل تقبلون أن تقتل هذه الأطفال هكذا؟ وآثار صور الأطفال والأشلاءهم، ألا تؤثر فيكم هذه الصور والأشلاء والدمار؟ ونرجو منكم إيقاف الحرب وإيقاف القصف. الأطفال في كل الحروب هم الذين يدفعون الثمن غالبا. هناك الأطفال الذين في اليمن خاصة يزجبهم في الجبهات القتال، هم الضحايا، هم وقود الحرب في الجبهات كما يفعل ميليشيا الحوثي. لكن في كل الأحوال الأطفال يدفعون الثمن نتيجة تسربهم من التعليم وتهديم المدارس عليهم. الأطفال يدفعون الثمن حينما يستشهد آبائهم ويقتلون أيضا. الأطفال يدفعون الثمن حينما يتعرضون للألغام. الأطفال يدفعون الثمن في كل مناحي الحياة، يخافون حينما تطلق الصواريخ على المدن أيضا الأهل بالسكان. الأطفال يلاحقون يطاردون، هم اليوم هم فعلا هم الذين يدفعون الثمن في كل الحروب. لدينا اتصال من المكلا، الأخ أحمد القرشي. أهلا بك أخ أحمد، باعتقادك ما حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال بسبب الحرب؟
مساء الخير أخي سامي والسادة المشاهدين والسيدات أيضا. بالنسبة للأطفال يعني بلا شك أنهم المتضرر الأكبر من الحرب الحاصلة في اليمن، وخاصة التي اندلعت منذ أواخر العام 2014 وحتى اليوم، وارتفعت معدلات العنف ضد الأطفال وانتهاكات حقوق الطفل بشكل كبير وغير مسبوق يعني في تاريخ اليمن حسب تقديرنا، وبالتالي يعني هناك يعني ملايين الأطفال الذين شردوا وتعرضوا لنقص حاد في الغذاء وتعرضوا أيضا لحرمان من التعليم. لدينا نسبة مرتفعة جدا وكبيرة فيما يتعلق بالأطفال الغير ملتحقين بالمدارس في اليمن، وهذه النسبة يعني تزيد عن 3 ملايين حتى الآن حسب التقديرات، فيما الذين لا يزالون ملتحقين بالمدارس لا يجدون التعليم في الحد الأدنى نظرا لعدم وجود المدرس في أكثر المدارس، لعدم وجود الكتاب المدرسي، أيضا المعاشات والمرتبات وانقطاعها أثرت بشكل كبير جدا على الأطفال. هناك قرابة 70% من الأطفال يعني غير قادرين على التحصيل العلمي الجيد حتى الذين هم ملتحقين بالمدارس. هناك ارتفاع في نسبة الأطفال الجنود بشكل غير مسبوق في الجماعات المسلحة والتي تصل إلى أكثر من 8 أضعاف عما كان عليه التقديرات في العام 2013 وما قبل ذلك. هذه إشكالية خطيرة وكبيرة جدا يعني ستنسحب بشكل كبير على الأطفال في اليمن، ليس في الحاضر ولكن ستكون نتائجها أكثر كارثية في المستقبل. المستقبل طيب، ما أثر هذه الآثار باعتقادك التي ستنعكس على هؤلاء الأطفال بسبب الحرب؟ اول هذه المخاطر، حرمان الاطفال من حقهم في التعليم يجعلهم غير قادرين على ان يعني يمارسوا حياتهم في المستقبل بشكل جيد ويكونوا افرادا منتجين، لانهم سيكونوا اميين واشباه متعلمين. وايضا الاطفال الذين التحقوا بالجماعات المسلحه واجادوا حمل السلاح وشاركوا في جبهات القتال سوف يتحولون او من السهل ان يتحولوا الى 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 الجريمه المنظمه والى الجماعات المسلحه وجماعات العنف والارهاب مستقبلا. ايضا لديك مشكلة الأمن على المستوى المجتمعي، هؤلاء الذين الآن يتم تجنيدهم وزجبهم في المعارك سوف يصبحون عاطلين في المستقبل عندما تضع الحرب أوزارها، لأن لا طرف من الأطراف سوف يتحمل نفقاتهم غالبا، وبالتالي سوف يعني يحاولون الحفاظ على ما يعتبرونها مكتسبات فيما يتعلق بالمركز الاجتماعي والرجولة والدخل، وهذا لن يتم إلا عبر انتهاج وسائل للحصول على المال بطرق غير مشروعة كالمخدرات والجريمة المنظمة وأيضا الجماعات العنف والإرهاب. من المخاطر التي يعني تهدد المجتمع وتهدد اليمن والإطار الإقليمي وليس اليمن فقط، أن هؤلاء الأطفال سيصبحون يعني أكثر عرضة لاستقبابهم من قبل الجماعات الإرهابية، أكثر عرضة أو هم سيكونوا في دائرة الفقر وتحت الفقر نظرا لأنهم أشخاص غير منتجين في بلد سيخرج من الحرب مدمر، وبالتالي يعني هناك مخاطر كبيرة جدا تهدد الأطفال اليوم وتهديداتها هي ستكون أكبر في المستقبل. كيف تقيم مدى اهتمام المنظمات الدولية وأيضا المعنية بالطفولة بملف الأطفال في اليمن وهذا الوضع الاستثنائي الذي يعيشونه جراء الحرب؟ هناك فرق بين الاهتمام وإبداء الاهتمام وبين الممارسة العملية التي يمكن أن يترتب عليها أداء منقذ للأطفال حقيقة. يعني نحن كمنظمة وطنية نلاحظ بأن هناك الكثير من الحديث عن حقوق الطفل وعن حماية حقوق الطفل، لكن فيما يتعلق بالممارسات على الأرض لا توجد حتى الآن حقيقة أي برامج على سبيل المثال لمنع الأطفال من الذهاب إلى التجنيد، لإيجاد بدائل تجعل الأطفال والأسر قادرة على أن توفر الحد الأدنى من معيشتها دون الحاجة إلى أن يذهب أطفالها إلى المعارك. لا توجد حتى الآن يعني برامج حقيقية حتى من المنظمات الدولية التي يعني تأخذ يعني عشرات الملايين من الدولارات وربما مليارات الدولارات باسم المساعدة الإنسانية. أغلب هذه المساعدات لا تذهب إلى المحتاجين مباشرة، ولكن تذهب أغلبها في نفقات إدارية وسفريات وبحوثات وكلام لا يصل مباشرة إلى المستفيدين. وبالتالي يعني نسبة الاهتمام مرتفعة، لكن نسبة الأداء فيما يتعلق بمحاربة أو بالتصدي للمشكلة لا تزال متدنية جدا وبحاجة إلى مراجعة وتقييم. لا زال الأداء في اليمن فيما يتعلق بالتدخلات الإنسانية الطارئة
بحاجة إلى مراجعة وتقييم وإلى إلى 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 يعني تحديد ما مدى فاعلية ونجاعة البرامج التي طبقت في اليمن فيما يتعلق بالتدخلات الإنسانية الطارئة خلال العامين الماضيين على الأقل. لا زال حتى الآن يعني العشوائية تسود، يعني يعني تضخ كثير من الأموال إلى اليمن كمساعدة، لكن لا أعتقد بأن هناك يعني آلية لمراقبة وتقييم مدى فاعلية ووصول هذه المساعدات إلى مستحقها بشكل حقيقي. هناك إكفاء كبير جدا للمنظمات اليمنية، وهناك يعني اكتفاء بطيف يعني أو منظمات تتبع طيف سياسي معين مسيطر على الأرض، والكل يعرف هذا الكلام. وبالتالي يعني حتى العمل الحقوقي والعمل المدني والإنساني سواء للأطفال أو النساء أو غير ذلك يعني تم يعني توجيهه طبقا ل يعني محددات ولمصالح الاطراف المتحاربه او التي يعني تسيطر على الارض. هذه مشكله خطيره جدا، وبحاجه ايضا من دول الخليج ومن المجتمع الدولي ان يراجع اليات العمل فيما يتعلق بالمساعدات الانسانيه سواء في الحمايه او الغذاء وغيرها من التدخلات الطارئه التي نشاهدها. هناك ارتفاع كبير جدا مثلا في اعداد الفقراء والنازحين وفي اعداد المحتاجين، لكن نسبه التدخلات لا تزال يعني تقريبا منعدمه في بعض المحافظات وفي بعض المناطق، وخاصه المحافظات التي يعني شكرا لك استاذ احمد. الحكومه الشرعيه شكرا لك استاذ احمد على كل هذه المعلومات التي قدمتها. ينضم الينا وكيل وزاره حقوق الانسان الاستاذ نبيل عبد الحفيظ من القاهره. اهلا بك استاذ نبيل. كيف يمكن تجنيب الاطفال ويلات الحرب وتبعاتها؟ هل هناك إمكانية؟ أسعد الله مساءكم. عادة أخي العزيز تكون هذه تسمى الفئات الأكثر تضررا الذي هم النساء والأطفال، يكون من أكثر النساء أكثر الفئات تضررا من الحروب، وبالتالي تنعكس عليهم ويلات الحرب أكثر من أي فئات أخرى. بالطبع الأطفال اليوم مع وجود قرابة 3 مليون طفل خارج التعليم فرضت عليهم ظروف الحرب هذه الحالة من التشرد من التعليم، وخصوصا في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. لكن يظل إحساس الأهالي إحساس المواطنين بأنهم يريدون أن يجنبوا أطفالهم ويلات الحرب. نشأت معها بعض الحالات الإيجابية، على سبيل المثال في تعز كان لنا كثير من المتابعة في تعز، وجدنا أن بعض الأهالي تطوعوا للتدريس في المدارس، وفي وبعضهم يقومون بعمل التدريس وغيرها في أماكن غير أماكن التدريس نفسها، ليست مدارس ولكن في ساحات أو ما شابه. بالتأكيد الأطفال اليوم محتاجين لنظرة واسعة في إطار مؤتمر المانحين، خصوصا ونحن نتجه إلى جنيف 25 من هذا الشهر لمؤتمر المانحين والمساعدات الإنسانية، لكننا في الوقت ذاته نشدد على أننا بحاجة كبيرة جدا لتفعيل ما يسمى بمفاهيم فاعلية المساعدات. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة عن موضوع الأطفال كضحايا ومعاناتهم جراء حالة الحرب. نشاهد بعض هذه المشاركات المصورة التي وصلتنا. في جميع القوانين والأنظمة الدولية والمحلية والعالمية يحرم ويمنع تماما تجنيد الأطفال الأقل من 18 سنة. حاليا في اليمن تستهدف هذه الفئة كونها في الفئة الأسهل استدراجا، الفئة التي تعتبر الحياة لا زالت بالنسبة لها شيء أقرب إلى اللعبة، فهي يسهل بالنسبة لها القتل، يسهل بالنسبة لها حشوها بالأفكار الخاطئة. مطلوب جدا من جميع المراكز المعنية والجهات المختصة تسليط الضوء أكثر على فئة الأطفال، على فئة الأهالي انتباههم لأطفالهم، انضباطهم بالمدارس، توعيتهم أيضا في جميع الأماكن، و الاهتمام أكثر بالحشو الفكري المغلوط الذي يسعى إليه الكثير من الفئات حاليا. بهذه المشاركة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج الزميل ودي عطاء، شكرا لكم.